هاي بنات، اتمنى تكونوا بخير يا رب. معلش غبت عليكم الاسبوع اللي فات، كنت باخد بريك كده عشان كنت بنقل من بيت لبيت. المهم النهارده هنتكلم عن حلقه مهمه جدا، وبما ان معظم البنات اللي بتبعت لي بتسالني او بتقولي كتري الفيديوهات بتاعه العلاقات، يعني بصراحه انا كنت فاكراكم مهتمين بالبيزنس اكتر يا بنات، لان الايام اللي فاتت كنت اكتر حلقاتي مركزه شويه على الفلوس والبيزنس، بس اكتر الاسئله بتبقى على العلاقات. فقلت خلاص حلقه النهارده هنتكلم عن العلاقات، وسؤالنا النهارده بتاع فيديو هيجوزك على ايه، او ايه السبب اللي يخلي الراجل يختارك ويسيب اي بنت تانية. النهاردة هتكلم عن تجربتي، بما ان انا متجوزة رجل اجنبي، وهدي شوية مقارنات. انتوا حابين المقارنات دي، انا عارفة، ما بين الرجل المصري او الزواج من رجل مصري والزواج من رجل اجنبي. هما اول حاجة في الجواز بصفة عامة، يعني انا لما كده جيت اقسمها اكتشفت ان هما اول او اهم 5 حاجات في اي جواز. اول حاجة الاعجاب بالشكل، يعني اي شخص سواء جواز صالونات او جواز اعجاب عن حب، اول حاجة بيلفت اي شخصين هو المظهر الخارجي، الشكل. مش لازم تكوني على سنجة 10 على فكرة عشان هو يعني يعجب بشكلك، ممكن حد انت تعجبي بيه بس بالنسبة لصاحبتك مثلا لا هو مش حلو وهكذا. فالاعجاب بالشكل ده بتبقى حاجات نسبية بتختلف من شخص للتاني، سواء من ناحية الرجل او سواء من ناحية المرأة. تاني حاجة، ودي برضو حاجة ربانية كده شوية، الروحانيات، يعني او الكيمياء ما بين اي شخصين. يعني في شخص تتكلمي معاه هو جميل ومثقف وغني وعنده العربية البي ام وشخصية جميلة ومريحة وكويس، بس تحسي دمه يلطش، دمه تقيل على قلبك. فالروحانيات او حته الكيمياء دي بتبقى من عند القبول، بنسميها القبول، ده بيبقى من عند ربنا، فدي ما بنقدرش برضو نتدخل فيها. فدي تاني انا شايفاها تاني سبب من اسباب ان الاتنين يختاروا بعض، ان بيبقى في ما بينهم كيمياء او في قبول ما بينهم. تالت حاجة عشان الشخص يختارك او بيلفت انتباهه ليكي، هي لغة جسدك، لغة طريقة كلامك، طريقة مشيتك. مش لازم تتكلمي كتير على فكرة عشان هو يفهمك، او في ممكن شخصية كده اللي هي بتتكلم 2 3 كلمات وتلاقيها جذبت اي رجل قدامها. ففي رجالة فعلا بتحب البنت اللي هي مثلا بترمي كلمة 2 كلمات ويعني بيبقوا في نطاق الموضوع وما بتتكلمش كتير. انا بصراحة بفضل الشخصية دي من البنات اللي هي مش غاية، مش اللي هي طول اليوم التليفون على ودنها وعمالة تكلم وتعيد وتزيد في كلام ملوش اي لازمة. دايما خليكي كده انيقة، لبقة، تقيلة في كلامك، ما بتتكلميش غير لما يكون مطلوب ان انت تتكلمي، او مش لازم تعبري عن افكارك، مش لازم كل الناس تفهمك. خلي دايما كده عندك حتة غموض، لما تتكلمي كلمة 2 كلمات في صلب الموضوع واسكتي واسمعي، او حتى ما تسمعيش خالص، بس اهم حاجة تكوني انت قليلة الكلام. لازم تكوني واخدة بالك جدا من طريقة قعدتك، من طريقة مشيتك، من طريقة لغة ايديك. احنا من الاشخاص مثلا في ناس بتتكلم بايديها كتير جدا، انا بعبر بايدي كتير جدا، انا اكتر حاجة بعملها لادي جوزي اصبر بس هو بيتجننوا الحركة دي، بس هي دي في طبيعتي. يعني لازم تكوني قاعدة كده قاعدة ليدي، مش اللي هو قاعدة كده ومرخية لا، لازم كده تكون حركة جسدك، طريقة تعاملك لازم تكون لطيفة ظريفة، ما تحلويش قوي وما تبقيش ناشفة قوي، خليكي في منطقة في النص. يعني انا مثلا جوزي لما قال لي اول ما اشافني، كان هو زي ما قلت لكم ان هو كان زبون عندي، شافني في الشغل، فشافني انسانة جميلة بالنسبة له، حد لبق في الكلام، بيرد ما بيتكلمش كتير، بيسأل السؤال برد عليه، حد عملي، بضحك كده مش له ها 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 احنا في الشغل، لا يعني ضحكة كده بسيطة، كلام كده. فلازم تكوني تعرفي تاخدي وتدي على حسب الموقف، على حسب زي ما انت ما بتصحي الصبح تلبسي لبس الصبح، وفي لبس الظهر، وفي لبس بالليل، لو راح فرح بتلبسي سواري، مش هينفع تلبسي لبس السواري الصبح واحنا لسه صاحيين من النوم. فلازم كده لكل مقام مقال. ودي كانوا يعني 3 حاجات الرجل المصري بينجذب او بيتشد لاي بنت او بيعجب بيها من الاول. النقطة الرابعة والخامسة دي يعني مهمين في الجواز المصري، بس الرجل الاجنبي بيعمل لهم اسكيب. اول حاجه
رابع حاجة اللي هي الأهل، حتة الأهل هو مش بيهتم خالص رأي أهله فيكي إيه. هو الرجل الأجنبي خلاص هو شافك وأعجب بيكي، بياخد كده وقت معاكي إن هو يقعد يتكلم يفهمك أكتر ويحس إن أنتي فعلا شريكة حياته، شاف إن أنتي تمام مناسبة ليه بيروح يبدأ يتكلم أهله، ورأيهم فيكي يمثل بالنسبة له مثلا 5% 1% مش مهم، بس أهم حاجة إن هو يكون شايفك الإنسان المناسبة دي. وبالنسبة للرجل المصري لا، الأهل مهمين جدا، رأي الأم مهم جدا، رأي الإخوات حتى الأخت الصغيرة رأيها مهم جدا، الأب والعيلة لازم يكون كلهم راضين عنك. خامس حاجة ودي مش موجودة في الرجل الأجنبي وهي الاتفاقيات. طبعا احنا كشعب عربي لازم الأب والأم والأب والأم من ناحية العريس يقعدوا يتكلموا، والشبكة والمهرة الشبكة والمهر والعفش والكلام ده كله بتاع الجواز، ومين عليه ايه ومين هيشتري ايه، ويحصل خلافات، لا السجادة عليكم لا الأجهزة عليكم انتوا وهكذا. الرجل الأجنبي ما بيهتمش بالكلام ده خالص، وما عندهمش أصلا بند الاتفاقيات ده، هم عندهم زي كده صندوق تمام، انت بتحطي اللي تقدر عليه وهو بيحط اللي يقدر عليه، وتبداوا تبنوا بيتكم انت منك ليه يعني مش من الاهل، يعني انت معاكي كام وهو معاه كام، ويبدا حتى لو يعني ممكن تحطي جنيه مقابل 1000 جنيه ما عندوش اي مشكله تمام. هما ما بيقعدش يقارن قوتك بقوته، هو الفكره كلها مشاركه. فبالنسبه للرجل المصري لا، في اتفاقيات، الرجل الاجنبي لا، ما بي يعني بيعمل اسكيب للموضوع ده. بالنسبه للرجل الاجنبي هو فعلا لما بيختار شريكه الحياه، في ناس كتير جدا بعتت لي بتقول لي الرجل الاجنبي ما بيحبش الجواز من على طول، دايما بياخد وقته، نظام صديقه جيرل فريند وبوي فريند. طب يعني الموضوع ده مش يعني مش بيناسب البنات العرب. هتلاقوا اللي يجي يختاركوا ويتقبل اختلافات الثقافات، يعني هتلاقي يعني هو طبعا الحاجة دي مش متوفرة، مش هتلاقي كل راجل بيتقبل الموضوع ده، بس هو اعرفي ان الرجل الاجنبي لما بيختار واحدة مش بس عشان بيحب، يعني اهم حاجة لازم يكون بيحبها، دي نمبر ون تمام، دي اول حاجة ان هو فعلا بيحبك معجب بيك وشايفك الانسانة اللي هتكوني معنى الكلمة شريكة حياته، فلما بيشوف ده فيكي بيضحي كتير جدا عشان يخليكي قريبة منه او يخليكي في حياته. فالاجنبي ما بيبصش لمادياتك، ما بيبصش انت معاكي عربية، ما بيبصش انت اهلك من اي طبقة، ما بيبصش انت معاكي كام في البنك، ما بيبصش انت حتى تعليمك ايه، ما بيهموش اي حاجة، هو بيهمه انت كبني ادمة، بيشوف ان انت فعلا انسانة هتبقوا مندمجين، تعرفوا تعملوا بيت واسرة مع بعض. الرجل المصري ما بيهموش انت تعليمك ايه، بيحب طبعا تكوني متخرجة من كلية كذا ومعاكي العربية الكذا واهلك يكونوا مرتاحين ماديا، بيبص للموضوع ده بشكل نسبي. بس بعد الجواز ما اعتقدش ان الحاجات دي بتفرق بالنسبة للرجل المصري، لان هو بيبقى ملزم بمعظم كل حياتك، يعني يمكن الجيل دلوقتي مختلف شوية، بس ما زال الرجل المصري هو اللي بيبقى زي ما بنقول شايل البيت كله، بيصرف بيجيب المصروف البيت، معظم مصروف البيت، يعني كأنه هو عبارة عن الـ ATM ماشين بتاعة المرأة. فأنتي معاكي كام والكلام ده مش هتفرق جامد جدا، بس في المقابل بتتنازلي عن حاجات كتير جدا. يعني لو خليتي الرجل العربي او المصري او جنسيته ايه تبع العرب، لما بيشيل مسؤولية الماديات على الجانب الآخر، المرأة بتتنازل عن حاجات كتير جدا في المقابل، اللي هو انا راجل البيت انا اللي بصرف على البيت، انت تسمعي كلامي، انت يقولك اه تعملي ده وما يقول وما تعمليش ده، فتحس ان انت شوية عاملة زي ريموت الكنترول، هو بيتحكم فيكي وهو بيغير لك مجرى حياتك على حسب دماغه هو. فدي حاجة بتبقى انا شايفاها حاجة سلبية جدا، ان حريتك دي اهم حاجة، حتى لو انت متجوزة لازم الزوج يكون سايب لك مدى لحريتك، لازم ان انت تعملي اختياراتك. الرجل المصري انا عندي جوزي لما اقوله ان ده قراري انا عايزه ده، مفيش يعني
يعني اللي هو يحاول يغير لي رأيي. لا خلاص انا هساعدك ان انتي تحققي ده، حتى لو هو عنده وجهة نظر اخرى هو بيبقى واقف جنبك وبيساندك لغاية ما توصلي للي انتي عايزة تحققيه. فاحساس ان انتي عايشة مع حد مش بيتحكم فيكي، مش كاتمك، مش بيغير لك مسار حياتك، لازم تستنيه عشان تاخدي رأيه، انتي طبعا بتاخدي رأيه عشان احتراما، بس مش معنى كده ان هو يغير لك رأيك ويغير لك مجرى حياتك او يخليكي تسيبي حاجة انتي كان نفسك تحققيها. يمكن عيب الحتة المصرية او العربية في الزوج، يعني ان هو دايما بيحسسك ان هو بيجبي عليك، ان انا عملت لك، ان انا صرفت عليك، ان انا بجيب لك اكلك وشربك ولبسك وشنطتك وجزمتك، وده حاجة وحشة جدا يا جماعة. يعني انا شفتها في حياتي كتير جدا، ان هو دايما الرجل بيجبي على المرأة، اللي انا اللي عملت لها كل حاجة، انا اللي خليتها. تمام. بالعكس الرجل الاجنبي غير كده، الأجنبي عنده احترام للمرأة بشكل، يعني أنا ذهلت بصراحة من احترام الرجل للمرأة، لأن هما بيحسوا إن المرأة دي هي اللي جابتهم، يعني هو أساسا جه من المرأة، فأخته ممكن تكون أخته ومراته اللي بتجيب له عياله بعد كده، فعندهم احترام للمرأة بشكل، يعني حتى لو انت قاعدة في البيت معاه ما بتصرفيش، بس هو كونك امرأة في حياته ده بيحسسه بالمسؤولية، ان هو لا لازم يشيلك ولازم ياخد باله من البيت. بس كعادات يعني كعادات، لا هو كل حاجة بالمشاركة، بس حتى لو انت معكيش ان انت تشاركي فده بالنسبة له عادي جدا، كونك مرأة في حياته ده بالنسبة له باسبور ان يخليكي تبقي قاعدة كده برنسس في حياته. بس برضو لو انت حابة ان انت تكوني انسانة كل حاجة بالنص بالنص، وتحسسين ان انت قوية وان انت بتشتغلي وبتصرفي على البيت، هو بالنسبة له ده يو ار ويلكم، يعني عادي ان انت تقدري تعملي ده. على الجانب الاخر المصريين ما اعتقدش لو حاسة ان المرأة شوية بتكبر وتزدهر وتعمل كارير كويس في حياتها، معلش لو انا بذكر المصري المصري كتير معلش عشان دي جنسيتي، بس انا بتكلم بصفة العرب معظمهم فيهم الحتة دي، اللي هو لا في غيرة دايما كده، بيبقى في حساسية ما بين الرجل والمرأة العرب، لو هي المرأة شوية أعلى منه ماديا وثقافيا وعائليا والكلام ده كله. لكن الرجل الأجنبي فعلا لو هو ممكن يكون سباك وانت دكتورة وعادي جدا، هو تشيل اوت خالص وما عندوش أي مشكلة، يعني لأن عندهم ما فيش حاجة اسمها طبقات الكريم شانتي أو كلية الكريم شانتي عشان تخرجي كلية طب وهو مثلا صنايعي، ولا هم عادي جدا ما فيش، لان بالنسبه لهم الحياه عباره عن مركب فيها زوج وزوجه وبيقودوا المركب مع بعض. بالنسبه للرجل الاجنبي دايما الحياه بتكمل عشان هو بيحبك، مش عشان هو كاتب شيكات عليكي، مش عشان هو في ما بينكوا عيال، مش عشان العشرة وحرام وأبغض الحلال والكلام ده كله. لا اعرفي ان الرجل الأجنبي بيكمل في حياته معاكي بس عشان بيحبك. على الجانب الآخر في العادات العربية والكلام لا بيكمل معاكي حتى لو العيشة لا تطاق، وقدامي حالات كتيرة جدا كده العيشة لا تطاق، بس هو بيكمل عشان خاطر العيال، مكتوب عليه شيكات القايمة، ده هتاخد المهر، طب العيال هتتشتت والكلام ده كله. بس دايما الدماغ الأجنبية، أنا بحب الحتة دي جدا، إن أنا مش مضطرية إن أنا أكمل في حياة أنا مش مبسوطة فيها، حتى لو في أطفال، حتى لو في شيكات، حتى لو في مديونات، لأ يعني حلو إن أنتي تكملي مع حد فعلا بتحبيه وتستمتعي برحلتك في الحياة معاه. الرجل الأجنبي دايما بيحترم وقتك جدا 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 جدا، بيحترم شغلك جدا 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 جدا. انا مثلا وقت ما اقول لجوزي انا عندي شغل اختفي، مع ان انا من الاشخاص اللي بشتغل من البيت، انتوا شايفين انا يوجا تيتشر وده الهاموك بتاعي، فبدرس دلوقتي اونلاين، معظم شغلي اونلاين، فمعظم الوقت بكون في البيت، هو عارف وقت ما بيكون معايا اللابتوب او معايا شغل بيحترم شغلي جدا، ما يعني ما بيخترقش الوقت ده. اعتقد ان الرجل العربي صعب شوية ان هو يبقى فاهم ويقدر انت بتعملي ايه، هو ممكن حد مثلا شايفني بتشعلق على الهاموك ده لعبة عيال، لا هو بيحترم شغلك جدا، بيحترم وقتك جدا، بيحترم كل حاجة انت بتعمليها وبيقدرها وبيتفخر بيها قدام كل الناس.
الراجل الأجنبي مش بيحب المظاهر، بيحب الحياة الطبيعية البسيطة، بيحب الحاجة العملية، بيحب الشخصية العملية، بيقدر كده كل حاجة صغيرة انت بتعملي، حتى لو طبختي له طبخة حلوة يعني بصوا بيشكرك ويبوس ايدك، لان هما مش متعودين. انا عشان انا من مجتمع شرقي فدايما بهتم بنظافة البيت، دايما بهتم بالطبخ بحاجات البيت، فدي بالنسبة له واو، حاجة فعلا واو، خاصة ان انا شاطرة في شغل البيت، فبالنسبة له ده يعني حاجة كده ادفانتج، دي اللي هي الكريزة اللي بتتحط فوق التورتاية، فدي حاجة حلوة جدا. هما فعلا بيقدروا حاجات صغيرة جدا انت بتعمليها، وانت بتبقيش واخدة بالك اصلا ان انت بتعمليها، بس هما بيقدروها ويشكروك عليها، فانت اوه واو، يعني انت تحسي ان انت عملتي حاجة حلوة، لان هو بيشوف ان انت تكوني ست بيت شاطره، دي بالنسبه لهم حاجه فوق القمر كده يا جماعه، لان طبعا المجتمع بتاعهم كل حاجه النص بالنص، المراه بتشتغل عدد ساعات طويله جدا 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 زيها زي الراجل، فدايما بتبقى غايمه من البيت، فلما راجل اجنبي بيتجوز واحده عربيه دايما احنا بنحب نقعد في البيت، نشتغل من البيت، ننظف البيت، نطبخ والكلام ده كله، فبالنسبه لهم دي حاجه كده طبع جديد، حاجه غريبه، فبالنسبة لهم لا، انا بحس ان هم بيحبوا ده قوي، لانها حاجة يعني عكس العادات بتاعتهم او التقاليد بتاعتهم اللي هم اتعودوا فيها. هم شافوا امهاتهم بتشتغل عدد ساعات طويلة جدا جدا جدا، بتبقى غايبة معظم اليوم، فلما بيتجوز واحدة عربية بتبقى مهتمية بالبيت بالطبخ بالكلام ده، فبالنسبة له بتبقى حاجة جميلة جدا. في احد البنات سألت لي ازاي بتصرفوا في البيت، او ازاي بتقنعي جوزك ان هو يحط كل المصروف او الكلام ده كله. يعني بصوا يا جماعة، هي الموضوع يعني انا مش هتكلم ان ديتيلز، لان بحس الموضوع ده شخصي شوية، احنا بنصرف ازاي والكلام ده كله، هو اتفاق يعني، هو احنا انا هتكلم بصفة عامة، هو اتفاق، بتبقي متفقاه مع الرجل اللي انت هتتجوزيه من الاول، انت شوفي انت ايه اللي يناسبك وايه هو اللي يناسبه، واتكلموا مع بعض واقترحوا ووصلوا لحاجة في النص. لو هو اغنى منك بكتير فانت اصلا يعني البادجت بتاعتك مش مهمة، هو كده كده هيبقى مغطيكي، لو انتوا البادجت بتاعتكم ايكوال بتحطوا مع بعض وبتصرفوا، لو انت عايزاه هو يصرف انت قولي له، روحي قولي له، قولي له انا عايزاك انت اللي تصرف، يعني انا مثلا ههتم بالبيت بنظافة البيت بالطبخ بالكلام ده، وانت اللي اصرف على البيت، فوصلوا لديل مع بعض يناسبك ويناسبه. يمكن حاجة برضو لاحظتها في الراجل الأجنبي، إن هو فعلا يعني حياته كلها هي البيت، يعني ما بيروحش يقعد على القهوة ويلعب شطرنج ويشرب القهوة بتاعته بره، لا الراجل يعني أنا بحس إن هو راجل بيتوتي جدا، وده من اللي شفته من جوزي من اللي حواليا برضو، بيهتم جدا، يعني هو عارف إن هو يخلص شغله الوقت اللي باقي من شغله ده للبيت، فدي برضو كانت حاجة حلوة قوي، لان بحس ان الرجل المصري شوية او الرجل العربي خلص شغله خلاص بقى انا اروح اتفسح اقعد مع اصحابي على القهوة كده كده انا ببعت لهم الفلوس انا خلصت واجباتي، لا هو عارف ان هو بيخلص شغل حتى لو هو اللي بيصرف على البيت، هو خلص شغل الوقت ده يبقى لبيته، فمش من النوع اللي هو بيحبوا يخرجوا كتير، بالعكس بيحبوا يخرجوا ويتفسحوا، بس اجازات عائلية، نروح نقعد على البلاج، يعني دايما عندنا خطط هنروح نعمل ايه مع بعض سوا، نروح نتعلم اكتيفيتي جديدة، نروح نقعد على البلاج، نروح نجرب مطعم جديد، كافيه جديد، وهكذا. حاجة مهمة جدا 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 صدمتني في الجواز من الراجل الاجنبي، وهي ان هو بيحترم زوجته وبيحطها في الاعتبار قبل مامته، ودي بصراحة حاجة صدمتني، يمكن دي حاجة لمصلحتي، بس حتى لو انتي الموضوع حصل معاكي ما تستخدميهاش استخدام شرير، خليكي انسانة جميلة عشان كل حاجة تجيلك جميلة. اكتشفت ان رأي الزوجة قبل رأي الام، يعني لا قدر الله لو زوجك الاجنبي حصل له حاجة، اول حد بيتصل بيه هي الزوجة، لما يجوا يمضوا بيمضوا الزوجة مش بيمضوا الام، لان هو ده بتاعها وهي بتاعته، كلمة زوجة دي بالنسبة لهم يعني خلاص، يعني بعد إذنك ماما كده تعالي على جنب، هي بقت مكانك دلوقتي، فدي ميزة كبيرة جدا، أنا شايفاها حاجة حلوة قوي، بهرتني وزهلتني يعني جدا، فكلمة ان انتي زوجة دي كلمة كبيرة جدا وسام، يعني كده على الجانب الاخر ان انتي تكوني ست بيت
وبتاخدي بالك من البيت، دي حاجة تب برضو وسام على الجهة الأخرى. آخر حاجة في فيديو النهاردة هتكلم عنها حاجة لاحظتها في الرجل الأجنبي، إن كل مشكلة ليها قعدة وكلام وتفاهم، مفيش بقى تعالي نجيب مامتك وأهلي وأهلك والكلام ده اللي بيحصل في مصر، ونعمل قعدة أهل والأهل يقعدوا يتكلموا وكل واحد يدي رأيه، وبعد كده يخلو كل واحد ويقعدوا ينفسنوا كل واحد شوية، وإحنا ملناش دعوة، هي اللي عايزة وهو اللي عايز والكلام ده. لأ، أنت منك ليه، أنت تقعدي قولي له مشكلتك 1 2 3 4 ونحلها ازاي، هو يقعد معاكي ويكلمك يقولك عندي مشكلتي معاكي 1 2 3 4، ودايما بنوصل للحلول ترضينا ترضي الطرفين. وميزة الرجل الأجنبي حتى لو انتي عندك شوية أنانية بيتقبل الموضوع ده، يعني عندك عيوب بيتقبلها ويتفاداها. الرجل المصري لا، انت عندك حقيقة في الحتة دي، انا مش هسكت لك، انا يعني مش هسيبك غير ما تبطلي العيب الوحش اللي فيك كده، يعني بيكسر لك نفسك كده. عادي، كلنا فينا عيوب، فلازم تتقبل. يعني ميزة الرجل الاجنبي ان هو بيتقبل عيوبك ويتفاداها. انا مشكلتي مثلا ان انا عصبية جدا، وقت ما بتعصب استخبه، بس غير كده انا لذيذه وجميله وفيها ايه مميزات تانية كتير. بس هي الحته دي وقت ما تكون متضايقه طاقه شريره فعلا. فيعني لو راجل مصري مش هيسيبني، هيجيبني من شعري ويمرمط بكرامتي الارض. الراجل الاجنبي شويه هادي، خلاص انتي متعصبه يسيب لك وقت كده ومساحتك لغايه ما تهدي، وبعد كده نقعد نتكلم ونحل المشكله مع بعض. وده كان فيديو النهاردة يا بنات، أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو استفدتوا يا ريت تشيروه لأصحابكم البنات عشان تشجعوني أكمل وأعمل لكم فيديوهات تانية زي دي. ولو عندكم أي أسئلة اكتبوها لي في الكومنتات تحت، ولو حابين تعملوا معايا كول نتكلم وندردش مع بعض، إيه أنا سايبة لكم اللينك على الانستجرام، وأتمنى تعملوا فولو للانستجرام بتاعي. ولو حابين تحجزوا معايا يوجا سيشن هتلاقوا برضو على الانستجرام، سايبالكوا لينك تقدروا تحجزوا معايا السيشن، واعلمكم ازاي تستخدموا الاداه الجميله دي. دي من احلى الحاجات اللي انا اتعلمتها في حياتي، نعمل يوجا على الهاموك، دي جميله جدا. واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تدعموني بالسبسكرايب والشير. باي باي.